إبراهيم أنت قلت كلمة يعني مهمة، ميركاتو المدربين. هل يمكن أن يكون هناك ميركاتو للمدربين بعد مرور 4 جولات فقط من بداية البطولة؟ هذا واقع في البطولة الجزائرية، راه كاين اللي ما دارش لقاء، كاين اللي حكم وما دار لا بريباراسيون نحوه كما عمراني عمراني مثلا. يعني تنتظر هذه الأمور، تنتظرهم في البطولة الجزائرية. يعني كاين مدرب النهار وصلاة العامني في النهار ودى 5 ملاير ولا 7 ملاير في الفيفا. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.